العبارية صوتي جمعية صوتها. الكلمة اللي حبنا نحكيها يعني توا هي كلمة ما ذكرتش في سواء في طلع حكاية ولاني ولا اللي بعد. الثقة. الثقة إنه معناتها هذا في الميزانية ولا حتى في الشباب يتكلم ولا حتى في أي حاجة. الثقة إنه الصوت يوصل، الثقة إنه اللجنة تسمعني ونوصل صوتي. نبعدوا على اللغة الخشبية نتاع برشا عباد تتخالطوا وشباب يتكلموا كذا كذا، العقلية نتاع العباد هذيا اللي طلعت تتكلم وقالت له أني مش نخلي الشباب يسمعوا مش نخلي الشباب يتكلم، العقلية نتاعو اللي هي في مخه من قبل إنه معناتها كذا بدريك شكون مش يسمع شكون مش يحكي معاك، تعرف معناتها ماهوش مصدقني إني أنا نحب نافلة نفعل إني نحب ما عندوش ثقة فيا أنا، نحب نعرف إن نوجد بعضنا نوع من الثقة ونوع من الشفافية اللي تسمح للجول اللي مش يعطي فكرة ولا تسمح للمواطن العادي اللي مش يحكي على نقيصة ولا يحكي على مشكلة معينة موجودة في المنظومة هذه تسمح له باش معناتها يوصل فكرته بالكدي باش معناتها الناس كل تسمع باش الفكرة اللي وصلها تتنفذ. الكلمة المهمة في الموضوع هذا الكل بالنسبة لي اللي توا وجدتها إن هي الثقة، الثقة لازم تكون إنه مش نخمو دي جون ونضيعوا وقتنا واحد ساعات يمنك سوايع سوايع نتاع فار وواحد يمنك سوايع نتاع ليسي باش نقعدوا دي جون وحاضر ونعطيه افكار وفي الاخر حد ما يسمعني وقت يتعدى غير الحب اللي يطلع ويتكلم وقال له اني مش نخلي دي جون يتكلم مش كلام مجرد الحب معناتها الصوت يوصل والمشروع يتنفذ والكلام هذاك يصير ويكون موجود على ارض الواقع مش كلام مجرد. حبيت نوصل المعلومه دي وشكرا.